بعد راح يقدر يسكتنا في المجلس. ردا على بيان الحكومة، احنا نقعد قدام لان ببساطة رئيس الوزراء لازم يدخل الجلسة ويصعد الى المنصة. رئيس الوزراء لازم يدخل الجلسة ويصعد الى المنصة. يوم ساعة حطيت للكرسي قدام لانه هو عمليا لا يملك كرسي اليوم في القاعة تحت، يملك كرسي في المنصة فوق، حتى انه يمارس اداة الاستجواب اللي حصل نفسها منها. واذا كان بيان الحكومة الذي يستفسر عن سبب جلوسنا امام او في المقاعد الامامية يحمل صفة تهكم، راح نرد. واذا فعلا هم يستفسرون احنا ليش قاعدين قدام، نجاوب مرة ثانية، ما عندنا مشكلة، لان ببساطة تم اتخاذ قرار بناء على طلب رئيس الحكومة بتحصين نفسه بشيء يسمى استجواب مزمع، مو موجود لا بالدستور والمنطق، فبالتالي هو أمر لن يتزحزح عليه موقف النواب، ما راح تروح إلى بند آخر إلا أن نقف على هذه النقطة ونلغيها حماية لنص المادة 100.